صوت القاسر واللحن الساحر والشعر السامي في استديو ياسر. أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع استديو ياسر. أناشيد جميلة ورائعة وممتعة بانتظاركم، فهيا بنا نبدأ. فرحة الحب أول نشيد لهذه الحلقة. عمري ينبوع من حبي والحب يفيض من القلب. عمري ينبوع من حبي والحب يفيض من القلب. لله لأمي للدنيا للناس وأهلي والصحب. لله لأمي للدنيا للناس وأهلي والصحب. عمري ينبوع من حبي. عمري ينبوع من حبي. الحب يعلم القلب. عمري ينبوع من حبي والحب يفيض من القلب. لله لأمي للدنيا للناس وأهلي والصحب. لله لأمي للدنيا للناس وأهلي والصحب. عمري ينبوع من حبي. عمري ينبوع من حبي. الحب لقد جعل الدنيا أحلى أكبر في عيني. أهلا بكم أصدقائي، من الضروري كل يوم أن نحاسب أنفسنا ونفكر في أفعالنا التي قمنا بها، وليكن ذلك قبل النوم، لأن هذا يجعلنا ندرك أخطاءنا ويساعدنا على تصحيحها، وتصبحون بعدها على خير. طلع الفجر. صباح النور. صباح النور. صباح النور. صباح النور. صباح النور. وصحى البلبل والعصفور والعصفور. دم 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 دم. طلع الفجر. صباح النور. صباح النور. صباح النور. وصحى البلبل والعصفور والعصفور. دم 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 دم. كل قد سار إلى جهتي. كل قد سار إلى جهتي. والأطفال إلى المدرسة. والأطفال إلى المدرسة. كل قد سار إلى جهتي. وصح البلبل والعصفور. طلع الفجر. صباح النور. صباح النور. صباح النور. وصح البلبل والعصفور والعصفور. دم 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 دم. طلع الفجر. صباح النور. صباح النور. صباح النور. وصح البلبل والعصفور والعصفور. دم 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 دم. كل قد سار إلى جهتي. كل قد سار إلى جهتي. والأطفال إلى المدرسة. البلبل والعصفور. طلع الفجر. صباح النور. صباح النور. صباح النور. وصح البلبل والعصفور والعصفور. والعصفور. طلع الفجر. صباح النور. طلع الفجر. صباح النور. طلع الفجر. صباح النور. طلع الفجر. صباح النور. من أجمل الصفات الحميدة التي يمكن أن يتميز بها الإنسان صفة الكرم،
فإكرام الضيف والصديق يدل على أن الإنسان يفضل الآخرين على نفسه، وهذا من الإيمان، فقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهكذا تماما كان ذو النورين عثمان بن عفان، ثالث الخلفاء الراشدين وأحد المبشرين بالجنة. مثل بستاني بحلو الزهر مزداني، كأن أكفه نهر يجود بغير حسباني. كريم مثل بستاني بحلو الزهر مزداني، كأن أكفه نهر يجود بغير حسبان. كريم مثل بستاني له من طبعه الأسمى، حياء زاده حسنا، وطلعته يزينها بإيمان وإحسان. له من طبعه الأسمى، حياء زاده حسنا، وطلعته يزينها بإيمان وإحسان. أتى في ساعة العسرى وكان الناس في حيرة. أتى في ساعة العسرى وكان الناس في حيرة. فجهز جيشهم ومضى. فجهز جيشهم ومضى. يريد ثواب رحمن. كريم مثل بستاني بحلو الزهر مزداني، وكان المجد في عهده يسير على خطى جنده، فمن نصر يحالفهم إلى فتح وعمران. وكان المجد في عهده يسير على خطى جنده، فمن نصر يحالفهم إلى فتح وعمران. أخبرني عدد من الأصدقاء أنهم لا يستطيعون الاستيقاظ صباحا بنشاط وحيوية، ويبقون على الفراش يتقلبون في كسل وتعب لفترة طويلة، وهم يتمنون العودة إلى النوم. وأقول لهم: عند الاستيقاظ تنفسوا بعمق عدة مرات لتحصلوا على نشاط وحيوية بقية النهار، والأفضل من ذلك نم باكرا واستيقظ باكرا. مدرستي الحلوة مدرستي مدرستي كنز المعرفة. مدرستي الحلوة مدرستي مدرستي.
أهلا بكم من جديد مع راديو سنة واستديو ياسر. ما زلنا مستمرين مع أجمل وأحلى وأرقى الأناشيد، فابقوا معنا. نزهة نحلة. النحلة نهضت في الفجر تنفض عن عينيها النوم، طارت باحثة عن زهر هاتفة ما أحلى اليوم. النحلة نهضت في الفجر تنفض عن عينيها النوم، تنفض عن عينيها النوم، طارت باحثة عن زهر هاتفة ما أحلى اليوم. تحملها الريح فترفعها في الجو وتخفضها حينا، والشمس بلطف تتبعها وترش على الأرض فتونا. تحملها الريح فترفعها في الجو وتخفضها حينا، في الجو وتخفضها حينا، والشمس بلطف تتبعها وترش على الأرض فتونا. ناداها في الروض صبي ثرثار يا نحلة هيا، ناداها في الروض صبي ثرثار يا نحلة هيا، هيا كي نلعب كي نلعب فالعشب ندي، هيا كي نلعب كي نلعب فالعشب ندي. فأجابت فأجابت لا وقت لدي، ورأت طفلا يتلو كتبا يجلس في ظل الأشجار، يجلس في ظل الأشجار، حيته وقالت وعجبا ماذا تقرأ من أفكاري. النحلة نهضت في الفجر تنفض عن عينيها النوم، تنفض عن عينيها النوم، طارت باحثة عن زهر هاتفة ما أحلى اليوم. ورأت أما تحمل طفلا تطعمه تنشده شعرا، ورأت أما تحمل طفلا تطعمه تنشده شعرا، قالت باسمة ما أحلى أن يعمل إنسان خيرا، أن يعمل إنسان خيرا، ما أحلى أن يعمل إنسان خيرا، ما أحلى أن يعمل إنسان خيرا، ما أحلى أن يعمل إنسان خيرا، أن يعمل، ما أحلى أن يعمل إنسان خيرا، أن يعمل إنسان خيرا، أن يعمل إنسان خيرا. مع نهاية هذه الحلقة أشكركم وأتمنى أن ألتقي بكم في حلقة جديدة من استديو ياسر. وعلى المحبة نلتقي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت الآسر واللحن الساحر والشعر السامي في استديو ياسر.